انت شو عم تقول؟ انت اخذت قرارك ايه؟ بس انا شو مشاني؟ مو انت وعدتني من قبل؟ مو قلت لي انه مستحيل نروح على بيت تريفيني؟ شو اللي تغير هلا؟ قلي. ايه وعدتك بصفتي زوجك، ما نسيت. بس انا بكون ابنه، كيف الابن رح يتحمل إهانة امه؟ يعني لو انك مكاني ما بتردي اعتبار امك؟ ما كنتي رح تتصرفي بنفس هاي الطريقة؟ ردي، كنتي قبلتي؟ عرش، اسمعني، هي مو بس امك، هي بتكون امي انا كمان. كثير تضايقت على الشيء اللي صار معها، صدقني. انا هلا مرتك ورح روح معك وين ما بدك تروح، بس انا بصفتي مرتك من واجبي اني ساعدك ووقفك عن التصرف الغلط. قرارك بالروحة على بيت تريفيني غلط هارش. من وقت كنت صغير أمي ما كانت تشاركني همومها أبداً. لما كانت تبتسم لي كانت تخبي ألمها وراء ابتسامتها. مو بس هيك، وكانت تتحمل نتيجة أخطائي، حتى أنها انضربت من أبي كرمالي. هي تحملت كتير بسببي، وأنا مستحيل أسمح لحدا يهينا. لك أمي انهانت بسبب هذا البيت، وسمعتها بدها ترجع بالبيت نفسه. استني وشوفي كيف رح خلي سونا تعتذر منها لأمي. بعرف منيح ما بدك ترجعي معي على بيت تريفيني، بس قراري هاد ما رح يتغير أبداً. تبقي معي إذا حبيتي، أو بتبقي مع أهلك هلا. هارش، هارش، بكرة الصبح على الساعة 9 بالضبط رح كون على باب بيتكن هون، وبشوف شو ممكن تعملوا وقتها. ماما ما أدري شو حابب نانديش حبيبي. أنا بحبك كتير. أنا بحبك ماما.